مشاهدينا اينما كنتم السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في احلى مطبخ. كالعاده نجيكم دائما بوصفتين، الوصفه الاولى تاع نهار اليوم فخيتور دو كالامار. خليكم مع المقادير ونرجع لكم. مشاهدينا من بعد اللي شفنا المقادير درك نبداو في طريقه التحضير. قلت لكم نديرو فخيتيو دو كالامار، يعني حاجه الاولى لازم الكالامار تاعنا نديرو له اسيزونمون، اللي هو في لاسيزونمون تاع الكالامار راح نستعملو لو سوماك ولا السماق، معروف سا ميلونج دي بيس. هاوليك كيما راكو تشوفوا هكذا، زيد معاه الملح والبوافر. درك نحركهم ولا خلطهم كيما راكو تشوفوا هكذا، مباشرة نفرغ الكالامار تاعي اللي قطعتهم اورونديل هكذا ونحركهم كما راكو تشوفوا. لازم يكونوا بيان اوروبي السماك والملح والبوافر. فوالا هكذا فوالا كما راكو تشوفوا مشاهدين. درك نخليهم في جهه ندير لو ميلونج تاع لافارين مع لافارين دو بواشيش كيما راكو تشوفوا. نحركهم ونخلطهم مع بعض هكذا كما راكم تشوفوا مشاهدينا. فوالا درك قعد لي يعني لي غاست تاع لي زانغريدو اللي راكم تشوفوا فيهم، سي جوست بور يعني بور اكومباني هذوما، يعني من بعد نديروا بهم ان صوص. نحي واش عندي زايد ندير انيسي، يعني نحكم مثلا وحده هكذا تاع كالامار طرومبيها مليح فوالا هكذا. هنايا كاين دي فوا الكالامار يعني ما يلصقش فيه لافارين، لي فارين ما يلصقوش فيه. هنا نقدروا نستعملوا البلون دوف، يعني نستعملوا لي بلون نديروا الكالامار داخل لي بلون من بعد نديرهم في لافارين. وكاين وين يا دي مومون وين الكالامار يكون يعني يكون باسكو الكالامار هو الاوريجين سي موليسك، حب يقول يكون فيه هذيك لاكول هذيك يعني تمتم تشد في الفارينه. كيما دركا انا ما نحتاجش البلون دوف، يعني خليه في جهه. فوالا هنا درت ان اكزون. دركا نشعل على الباندويل، سي ان باندويل شود ولا ان باند فريتور لازم يسخن. نوجد اون اسيت فوالا هكذا ونبدا درك نعاود نولي يعني باش يعني نفاريني كامل كالامار اللي قطعناه اوروندال. كما راكو تشوفوا سي ليكيدي هادو قبل، تحاول يعني نطرومبيهم مليح ولا نفارينيهم مليح. الزيت راهي قريب تسخن،
نديرو انيسي يعني نحكمو وحده فوالا راهي مليحه يعني نقدروا نطيبوهم. نطيبهم على نار هاديه من بعد اللي الزيت تكون سخونه نعاود نزيد ندير واش قاعد لنا كما راكم تشوفوا وما نغفلش على لي كالامار ما لازمش يطيبوا بزاف يعني ما لازمش يفوتوا دقيقه ونص سينو الكالامار تاعنا يدوفيان يعني كوم دي كاويتشو. هكذا نزيد لهم شويه برك لو طون لي الفاريني واش قعد دركا نقدروا نحوهم لو كان نخلو لي كالامار يطيبوا اكثر من المده اللي طيبناهم يعني راح يولوا شغلكم دي كاويتو بقوا يولوا عاصيين وحنا الهدف تاعنا quand on mange un poisson ou un mollusque لازم يعني نابريسيو لو غو ديالو حبي يقول لازم نستبنوه. نعاودو نديرو يعني نعاودو نزيدو نطيبو واش قاعد لنا مشاهدينا درك انا نكمل طياب تاع لي كالامار من بعد نواصل معاكم باش نديرو لاصوص داكومبانيومون. كيما راكم تشوفوا مشاهدينا الكالامار راهو طايب درك نحي واش قاعد لي كيما قلت لكم ما لازمش يعني تفوت طيابو ما لازمش يفوت دقيقه ونص يعني معليش حتى لزوج دقائق على حسب لي بيسور تاع لا روندال اللي تقطعوها ونحيوه يعني ما لازمش يفوت سينو يولي عاصي يعني خدوا مليح هاد النصيحه اللي عطيتها لكم. درك نديروا لاصوص داكومبانيومون اللي فيها قلنا فيها مايونيز حنا نحكموا لا مايونيز نزيدوا لها شويه بصل كما راكم تشوفوا نقطعوه رقيق كما راكم تشوفوا هكذا يعني البصل لازم يكون مقطع رقيق انا سي جوست بور رولفي لوغو تاع لا مايونيز نزيدوه نحكم اي سوسيير نحكم اي ناسيير دو دريساج هكذا نولي لا مايونيز ندير البصل اللي قطعته لداخل ونزيد عليه بيرسيل يكون آشي ونحرك غير بالعقل كما راكم تشوفوا باش تعطينا اون مايونيز بيرسي. درك واش نزيد لها نزيد لها اونكور دو بيرسيل
هكذا، وفي الاخير نزيد لها ثوم، ثوم قطع رقيق، سي بو رونفورسي لو غو، يعني باش الذوق يكون قوي كما راكم تشوفوا. يعني مشاهدينا كما راكم تشوفوا ما درتش بزاف ثوم، يعني حوالي يعني نص حبه، سي جوست بور يعني قلت لكم بور افوار هذاك لو غو رولفي في لاصوص. درك فوالا هكذا، ونعمروا بها لا بوتيت سوسيير. ونديروا لو دريساج تاع لي كالامار اللي خدمناهم اون فريتور هكذا. نعاود نفكركم لا كويسون تاع الكالامار ما لازمش تفوت دقيقه ونص، مع اللي يعني حتى لزوج دقائق معليش، يعني على حسب لي بيسور سينو يولي عاصي. كما راكم تشوفوا مشاهدينا هذه هي الوصفه الاولى تاع نهار اليوم اللي قلنا عليها ان فريتور دو كالامار اللي خدمناها في السوماك. ان شاء الله الوصفه عجبتكم وجاتكم سهله، ما نطولش عليكم، نشوفكم بعد قليل في الوصفه الثانيه. مشاهدينا من بعد اللي كملنا الوصفه الاولى دروك نروحوا نديروا الوصفه الثانيه تاع نهار اليوم اللي هي فيلي دو بواسون فاسون دي بواس. خليكم مع المقادير ونرجع لكم. من بعد اللي شفنا المقادير درك نبداو في طريقه التحضير. نحتاجو ان بوال، خلوها تسخن. عندنا الحوت، عندنا دي فيلي، فيلي تسول، نتوما تستعملوا يعني الحوت اللي عندكم، يعني السمك اللي على حسب لا ديسبوزيسيون تاع الحوت اللي يكون عندكم في الدار. نديرو شويه زيت ونديرو الزبدة، نعاود نولي الحوت كيما راكم تشوفوا سي دي فيلي. كي تمسوا الفيلي تاعكم واذا لقيتوه يعني مشمخ فيه الماء، ما عليكم غير تزيدوا تنشفوه. من بعد ديروه يطيب، تخليو الحوت يطيب على يعني على لي دو فاس، يعني لي دو كوتي. نقدروا نديروا له الملح، جيست نستعملوه يعني دي بانس نستعملوا يدينا هكذا، ما نديرولوش البوافر حتى وين نقلبوه. نوجدو الناسيات،
نزلهم يزيدوا يطيبوا. هنا لو بور يعني الزبده بدات تولي دي كولور نوازيت، يعني هنا لوغو تاع الحوت راح يكون يعني بالذوق تاع هذيك الزبده اللي راهي بالكو تاع نوازيت، يعني بالذوق تاع نوازيت. نقدروا درك نقلبوهم، كما راكم تشوفوا نقص عليهم النار، حركوهم. درك هنايا نزيدوا شويه ملح ودرك نديروا البوافر. اللي يحب يستعمل ليزرب يقدر يستعمل يعني سواء زعتر ولا يقدر. درك هنا نطفيو عليهم، نحطوهم هكذا. يعني نحاولوا نرفدوهم ديليكاتمون يعني بالعقل. هنا درك مشاهدينا هنا كاين لي سوك تاع الحوت، يحب يقول لي سوك هذوما خرجوا يعني من الحوت، يعني ما لازمش نرموهم ولا نغسلوا المقله ديالنا، سينو يعني نبحروا هذيك البنه. واش نديروا؟ نحكموا البصل، نقطعها يعني رقيقة كما راكم تشوفوا، نعاود درك نشعل عليها ونخلي البصل يتقلى في لي سوك هذوك تاع الحوت اللي راهم في المقله، و ميم طون نزيد نقطع لي شامبينيون، يعني نقطعهم كونكاسي، يعني ما يهمش لا ديكوب تاعها ما تهمش، ونزيدهم. يعني هنايا اللي رانا نخدمو في لا فاسون دي بواز، يعني هنايا يعني تشبه الطريقه يا ولا تشبه لاصوص، لاصوص دي بواز كما راكم تشوفوا. نمسحو لو بلون دو ترافاي، ونعاودو نولو كيما راكم تشوفوا هنايا، يعني لو كرا هذاك ولا لي سوك هذو كامل اللي كانوا في المقله راهم يعني راهم تنحاو، حب يقول كل البصل والشامبينيون ابسورباهم الحب، يعني خداهم كامل. نديرو سنيناتهم سي بو رونفورسي لو كو تاع الشامبينيون اللي راهو فاد، نزيد ندير ام بتيت بانسي تاع ملح. درك واش ندير؟ ندي كلاصي بشويه ماء، شويه برك ما لازمش نكثر، ونزيد النار ونعاود نولي نكمل واش قاعد لي كوم غارنيتور تاع لا صوص. نزيد لها دي طوماط اوندي ولا كونكاسي، كل واحد كيفاش يحب يقطع يعني ما يهمش هكذا.
كما راكم تشوفوا. واللي يحب يقطعها كونكاسي يعني ما عليه غير ينحي لها لابو ويقطعها كونكاسي. نزيدها المقلاة هنا، نخلي المقلاة يعني واش كاين داخل المقلاة، المقلاة يعني عفوا يتريدوا يدوفيان ريدوي. مشاهدينا هنا عندي البطاطا يعني طيبتها الونغلاز في الماء دون زان ليكيد سافروني، يعني حبي يقول طيب في الماء، درت لها زعفران وطيبتها. سي جوست بور اكومباني لو بواسون. درك ندير معدنوس وندير كلكو بوم دو تير هكذا حبيبات صغار، نقص عليها النار نزيد موي بشويه ماء يعني بور كري لوميديتي في المقلة. دركا ندير لاكريم ونخليها تزيد طيب حوالي 3 دقائق، من بعد نديرو لو دريساج تاع لو فيلي دو بواسون تاعنا. ان شاء الله الوصفه عجبتكم وجاتكم سهله، ما طولش عليكم، نشوفكم بعد قليل في لو دريساج فينال تاع نهار اليوم. مشاهدينا كما راكم تشوفوا الوصفتين كملناهم راهم قدامكم. نعاود نذكركم في الوصفه الاولى درنا فريتور دو كالامار سمك، وفي الوصفه الثانيه درنا فيلي دو بواسون فاصون دي بواز. ان شاء الله الوصفتين عجبوكم وجاوكم سهلين، وان شاء الله تعاودوهم. ما نطولش عليكم ونقول لكم سلام، ونشوفكم في عدد جديد ان شاء الله.